الطلب المتزايد على تطبيقات الهواتف الذكية جعلها قطاعاً صانعاً للثروات ومدراً للأرباح. سوق هذه التطبيقات من المتوقع أن يتجاوز حجمه 80 مليار دولار بحلول عام 2020. أما المطورون وهم غالباً من الشباب الذين جنوا ثرواتهم بأنفسهم، نجح عدد منهم بالانضمام إلى قائمة فوربس لأثرى الأشخاص في العالم. وجاء في صدارة هؤلاء مخترع تطبيق واتساب يان كوم من أصول أوكرانية، هاجر إلى الولايات المتحدة بعمر 16، وبعد دراسته الهندسة وانضمامه إلى شركة ياهو لتسع سنوات، أسس يان تطبيق المحادثة الأكثر انتشاراً بالعالم واتساب في 2009، والذي اشترته منه فيسبوك في 2014 بصفقة تبلغ 22 مليار دولار. اليوم يعمل يان مديراً تنفيذياً للشركة. احتل المرتبة 140 من أثرى الأشخاص في العالم بثروة تتجاوز 9 مليارات دولار. في المركز الثاني جاريث كامب، أحد مؤسسي تطبيق أوبر المتخصص في خدمات نقل الركاب، والذي نجح خلال 7 سنوات فقط بأن يقيم بأكثر من 68 مليار دولار. الآن جاريث ذو 38 عاماً يملك 9% فقط من الشركة، لكنه يحتل المركز 226 في قائمة فوربس بثروة تجاوزت 6 مليارات دولار. وفي المركز الثالث أحد مؤسسي سناب شات، إيفان سبيغل، وهو اليوم أصغر مدير عام لشركة مدرجة في العالم بعمر 27 عاماً فقط. يحتل إيفان المرتبة 441 في قائمة أغنياء العالم بثروة تقدر بأربعة مليارات دولار. وكان إيفان أنشأ سناب شات في 2011، والذي يزيد مستخدموه اليوميون على 150 مليون شخص في العالم. رابعاً مؤسس تطبيق ميتو لتعديل الصور، تساي وون شانغ، وهو التطبيق الأكثر رواجاً في الصين. مكنت تساي وون من بلوغ المركز 1161 في لائحة فوربس بثروة قدرت بنحو ملياري دولار، ويعتبر تساي وون أحد أبرز المستثمرين في مجال التكنولوجيا في الصين. في المركز الخامس بن سيلبرمان، أحد مؤسسي موقع بنترست المختص بالصور. وكان بن أنشأ بنترست في 2010 مستقطباً الفكرة من هوايته لجمع الأشياء في طفولته، لينشئ تطبيقاً تقدر قيمته السوقية اليوم بـ 11 مليار دولار. وبعمر لا يتجاوز 35 عاماً، نجح بن بدخول قائمة فوربس بالمركز 1290 بثروة تقدر بنحو مليار وستة ملايين دولار. أما السادس فكان كيفن سيستروم، أحد مطوري إنستغرام، التطبيق الأسرع نمواً في العالم، والذي تزيد قيمته حالياً على 50 مليار دولار. كيفن يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشركة بعد أن عقد صفقة مع فيسبوك في 2010 تملكه أسهماً بمليار دولار في فيسبوك مقابل بيع حصته في إنستغرام. حظي هذا الشاب ذو 33 عاماً بالمرتبة 1678 في قائمة أغنياء العالم بثروة تتجاوز المليار دولار.